وكهربا. كهربا من الصفقات برضو المهمه النادي الاهلي، البعض حاول يقلل من كهربا وانه صفقه غير جيده للنادي الاهلي، لكن كهربا لعيب كبير وبنشوف اداؤه مع النادي الاهلي وكمان تغير يعني. كهربا مش بشكل كويس، كهربا كان لعيب فري كان فسخ عقده مع نادي برتغالي، فاحنا شفنا ان وضع قانوني عامل ازاي وسالنا، وعندنا محامي بتاعنا في سويسرا سالناه وفي الاخر تعاقدنا معاه. انت تعاقدت معاه من فري من اوروبا؟ لا فري اصلا مش مع حد يعني، يعني ما تدخلتش انت مع نادي الزمالك؟ لا ولا مش طرف خالص، نادي الزمالك مش طرف، مش طرف في الموضوع. وده اللي الفيفا قاله لما نادي الزمالك اختصم نادي الاهلي في الموضوع. الفيفا قال لا الاهلي اصلا مش طرف في الموضوع خالص.